اليوم فطورنا في المطعم الجميل. بداية المدخل هذا طبعا المكان، مكان جميل، الفطور جدا رائع وجميل، أنصح بالفطور فيه. الله وصل هذا الكبدة حسن عدني والشكشوكة عدنية، يعني اليوم فطورنا وين؟ عدني. وايش صاخن الخبز؟ ما شاء الله ما شاء الله. نتمنى كان من ويانا أبو علي زاهر، أبو علي حماد، أبو زهرة، أبو علوي. وش رأيك في المطعم ولدي؟ جربت الحين، يلا جرب جرب الشكشوكة، خلنا نشوف شوف تجربة. أول مرة نجي هذا المطعم، شوف عادل أم عادل. ممتاز. بعد جرب الكبدة وجهز حالك يا أبو علوي. بصراحة مكان جميل روعة بصراحة. كبدة اليوم طلبنا وشكشوكة، يلا نشوف بعد رأي حسن في الكبدة. جميل، صحة وعافية على قلبك، وقص وقطع.